بنرحب بحضراتكم معنا مرة تانية في الحياة اليوم. لو حبينا نحط عنوان لفقرتنا ممكن نقول أنه بعد مرور 3 سنين على تنحي مبارك، الثورة المصرية ما لها وما عليها. زي النهاردة نفكر حضراتكم، السنين سبحان الله يعني بتجري بسرعة. كنا بنتابع لحظة تنحي الرئيس الأسبق مبارك، واللي طبعا أعلن عن الكلام ده الله يرحمه اللواء عمر سليمان، اللي أعلن تنحي مبارك عن منصبه كرئيس للجمهورية. ده طبعا بعد ما خرجت المظاهرات في كل مكان، واقترب الثوار للمرة الأولى من القصر الجمهوري اللي كان في وقته حصن منيع، مفيش حد أبدا يجرؤ على الاقتراب منه. رجع بعدها المصريين لبيوتهم بعد طبعا ما تم إعلان التنحي، والحقيقة كان في مشاعر متفاوتة. كان في اللي فرحان بشكل كبير، كان في اللي خايف، كان في اللي متفائل، كان في اللي مش فاهم إيه اللي حصل وإيه اللي هيحصل. لكن الأكيد إن حصلت 25 يناير وحصل التنحي، لكن السؤال مطالب الثورة، الشعارات اللي كانت مرفوعة وما زالت في ميدان التحرير وغيرها من ميادين الحرية، العيش، الحرية والعدالة الاجتماعية، هل نجح الثوار فعلا في تحقيق مطالبهم؟ هل مصر الآن في ظل اللي بنسمعه واللي بنشوفه، احنا عندنا ثورتين ولا ثورة واحدة؟ ثورة ولا موجة للثورة؟ 25 يناير و 30 يونيو بيتخانقوا مع بعض ولا هم في الآخر حراك ثوري احنا مستمرين علشان تحقق الثورة المصرية ويحقق الشعب المصري مطالبه؟ على كل الأحوال اللي فات واللي جاي واللي ممكن نحققه مع حضراتكم وبنفكر فيه مع بعض بصوت عالي، ده اللي هنناقشه النهارده في وجود طبعا ضيوفنا الكرام. برحب بداية بالأستاذ مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين الأسبق والكاتب الصحفي طبعا الشهير والسياسي والمناضل وما إلى آخره. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ مكرم. وبرحب كمان بالكاتب الصحفي أستاذ محمود الكردوسي، أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذ محمود، والبرلماني والسياسي و كل حاجة. كل حاجة. أستاذ علاء عبد المنعم، أهلا وسهلا بحضرتك. قبل ما نبدأ حوارنا خلونا مع حضراتكم نفتكر اللحظة اللي كنا عايشينها في نفس اليوم ده من 3 سنين. في 6 من مساء يوم الجمعة الموافق 11 من فبراير من عام 2011، أي قبل 3 سنوات من الآن، أذاع تلفزيون مصر كلمة مقتضبة للواء الراحل عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية الأسبق. أعلن فيها تخلي الرئيس الأسبق مبارك عن السلطة وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد. إعلان فجر هنا بميدان التحرير بوسط القاهرة موجة فرحة طاغية، وترك هنا أيضا بميدان مسجد مصطفى محمود بضاحية المهندسين بالجيزة حالة حزن غير مسبوقة. أيها المواطنون، في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد، قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية، وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإدارة شؤون البلاد، والله الموفق والمستعان. في الواحدة من ظهر يوم الجمعة الموافق 11 من فبراير من عام 2011، أي قبل 5 ساعات تحديدا من بيان اللواء الراحل عمر سليمان المقتدب الذي يعلن فيه تخلي مبارك عن السلطة، كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد أعلن في بيانه الثاني أنه يكفل إجراءات تعديلات دستورية وانتخابات حرة نزيهة، متعهدا بإنهاء حالة الطوارئ ومحذرا أيضا من المساس بأمن وسلامة الوطن والمواطنين. قرر المجلس ضمان تنفيذ الإجراءات الآتية: إنهاء حالة الطوارئ فور انتهاء الظروف الحالية، إجراء التعديلات الدستورية والاستفتاء عليها، الفصل في الطعون الانتخابية وما يلزم بشأنها من إجراءات، إجراء التعديلات التشريعية اللازمة، إجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة في ضوء ما تقرر من تعديلات دستورية. عقب ساعتين فقط من بيان اللواء الراحل عمر سليمان الذي يعلن فيه مبارك تخليه عن السلطة، وتحديدا في 8 من مساء يوم الجمعة الموافق 11 من فبراير، أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة بيانه الثالث الذي يعلن فيه أنه ليس بديلا عن الشرعية التي يرتضيها الشعب، متقدما بكل التحية والتقدير للسيد الرئيس محمد حسني مبارك على ما قدمه في مسيرة العمل الوطني حربا وسلما، متوجها أيضا بكل التحية والإعزاز لأرواح الشهداء. وفي هذا الصدد فإن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يتوجه
بكل التحية والإعزاز لأرواح الشهداء. الذين ضحوا بأرواحهم فداء لحرية وأمن بلدهم ولكل أفراد شعبنا العظيم. والله الموفق المستعان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبيل صدور بيان اللواء الراحل عمر سليمان الذي يعلن فيه تخلي مبارك عن السلطة وبياني المجلس الأعلى للقوات المسلحة التي يؤكد فيهما أنه ليس بديلا عن الشرعية التي يرتضيها الشعب، كانت قد صدرت تحذيرات كثيرة من سياسيين مصريين بارزين وقتها تطالب بضرورة تدخل الجيش لإنقاذ البلاد كي لا تنجرف مع التيار بعد رفض مبارك التخلي عن السلطة. إسراء حامد، الحياة اليوم. هكذا بدأت مصر يوم تنحي مبارك في 11 فبراير 2011. أستاذ مكرم، مساء الخير مرة تانية. هل صورة مبارك اللي كانت يوم 11 فبراير 2011 هي نفسها صورة مبارك في 11 فبراير 2014؟ لا طبعا، كان في اختلاف كبير. يعني 2014 مبارك منتعش نفسيا لأنه شايف سقوط حكم جماعة الإخوان المسلمين، و بيعلن دعمه للسيسي وسعادته بالتغيير الذي حدث في مصر، وده شيء طبيعي جدا يعني من ناحية المشاعر الإنسانية. لكن 2011 الصورة كانت مختلفة تماما. 2011 يعني كان هناك إساءة تقدير كاملة لما يمكن أن يحدث في 25 يناير. سقطت الشرطة إعياء من عجزها عن مواجهة زحف الجماهير، التقديرات كلها أنها لم تكن يمكن أن تصل إلى هذا الحجم، وأصبح النظام بدون أي حماية. هذا أيضا توافق مع عندما هو طلب نزول الجيش، توافق أيضا مع رغبات عميقة داخل الجيش في أن حكم مبارك قد استنفذ أهدافه، وأنه هو كان مورط الجيش في قضية التوريث. يعني لم يفتح الجيش ولم يفتح قياداته في هذا الموضوع، وكان متصور أنه يمكن أن يفرضوا أمر واقع. الحصاد النهائي بالفعل أنه التحمت إرادة الناس بإرادة الجيش، ووقع الخطأ الشهير بتاع موقعة الجمل، لما تصور بعض أقطاب الحزب الوطني أنهم يمكن أن يفضوا هذا الموضوع، وحصل انزعاج في رأي العام المصري، فنزل المصريين بأكملهم ليحموا أولادهم في هذا الموضوع، وحدثت اللحظة الثورية اللي فيها الشعب والجيش والمتظاهرين في ميدان التحرير بيؤكدوا على سقوط الجيش. المهم في هذا اليوم أنه على الأقل أنه مبارك أدرك بحسه الواقعي بحسه الوطني زي ما أنت عاوز، أنه في النهاية أن النهاية محتومة، وأنه عليه أن يغادر، وأنه كلما غادر مبكرا كلما وفر فرص الصدام. وأعتقد أن هذه النقطة لابد أن تحسب له، وجاءت في النهاية وحققت ثورة 25 يناير أول أهدافها في سقوط نظام مبارك. وكان من الواضح جدا انه هذا السقوط سقوط نهائي لنظام عجز في السنوات الخمسة الأخيرة عن أن يحقق أي من الأهداف، والتبست عليه الرؤى فعمل تحالفات غير صحيحة مع الثروة، وأخطأ التقدير لواقعه في الحياة المصرية، فتصور أنه يستطيع أن يورث ابنه الحكم. وأظن أنه الأخطاء الفادحة التي ارتكبت في السنوات العشر الأخيرة من حكم مبارك، يعني لا أعرف إن كانت تشفع له بعض الأشياء التي أنجزها في سنواته الأولى، لكن في النهاية الحكم دمر بالفساد. نعم. ودمر أيضا كمان بالديكتاتورية والطغيان. وكانت يعني جهيزة القول الأخير فيه إنه حتى يعني موضوع انتخابات التي أجراها أحمد عز، والتي أثبتت بما لا يدع مجال لشك أن هذا النظام غير قابل للإصلاح، وأن هذا النظام استمر عملية تزييف الانتخابات، و وقعت 25 يناير. طب أستاذ مكرم، وحضرتك بتتكلم عن أنه
حتمية النهاية. ولما نقول أو نوصف أستاذ مكرم محمد أحمد أنه كان بيناضل سياسيا من الداخل بألمه، فالبعض حتى هذه اللحظة بيحاول يصنف، ويمكن هنا هنقل دفة الحوار لأستاذ محمود، ما بين النظام السابق والنظام الأسبق، هل انتهى بالفعل عهد مبارك ولا لا؟ بعد 3 سنين من ثورة 25 يناير، إيه اللي اتحقق، إيه اللي اتغير؟ لا هو يعني في بس نقطة لازم نقف عندها. اتفضل. هي الحقيقة 25 يناير لم تسقط نظام مبارك بالكامل. نظام مبارك سقط بالفعل في 30/6 لو اعتبرنا أن الإخوان هم جزء، كانوا جزء من نظام مبارك. هم جزء تاني دي يا أستاذ محمود، يعني نظام مبارك نظام مبارك 30/6. نظام مبارك بـ بـ بالمؤسسة الحاكمة اللي فيه ومؤسسة المعارضة اللي فيه اللي هي المؤسسة، يعني اللي هو الجناح المعارض القوي اللي هو ممثل في الإخوان، سقط بالفعل في 30/6. 25 يناير لم تقضي تماما على نظام مبارك، واستمر نظام مبارك ممتد في الإخوان. والإخوان الحقيقة في الفترة اللي حكموا فيها أعادوا إنتاج كتير قوي من نفس معطيات نظام مبارك. طب والحزب الوطني واللي يقول لك فلول ورجال الأعمال والسياسيين من النظام مبارك ما زالوا موجودين في الحياة السياسية؟ لا ده جزء. ترد عليهم بإيه؟ لا ده اللي اتقال يعني قبل 30/6 ولا دلوقتي؟ دلوقتي. لا ده يعني ده ميراث، ده متوارث من، يعني دي مقولات إخوان. يعني دي مقولات الإخوان، مقولات الإخوان اللي هي بعد 25 يناير كانت بتصب كلها في صالح الإخوان وفي اتجاه أن هم اللي يستولوا على كعكة الحكم. كان كل شيء بيصنع بحيث أن الإخوان في النهاية هم اللي يحكموا، خصوصا أنه لا توجد قوى سياسية بالنسبة للإخوان أو بالنسبة لتنظيم الإخوان وحجمهم تقدر تعمل اللي ممكن يعملوه، هم قوى منظمة، قوى تستطيع أن تحشد، قوى عندها أيديولوجيا يعني صارمة. فهي هي القوة الوحيدة اللي كانت تستطيع أن توجه، أن تطرح مقولات وتجبر الآخرين على أن هم يرددوها، هي اللي تقدر تحرك دفة الأمور بالشكل اللي يتوافق مع مصالحها، وفي النهاية تحقق لها ما أرادت وحكمت. وكان حكمها إعادة إنتاج للكثير من معطيات نظام مبارك. حزب الحرية والعدالة ما نقدرش، يعني الفروق بينه وبين الحزب الوطني يمكن لو استمروا 2-3 سنين تاني كان أعاد إنتاج نفس السياسات اللي كان بيتبعها الحزب الوطني. هو من حسن الحظ أنه الإخوان لم يستمروا أكثر من سنة، وإلا كنا يعني كان نظام مبارك أعيد إنتاجه بطريقة أسوأ عشرات المرات. طيب أستاذ علاء، الأستاذ مكرم بيقول إن النهاردة مبارك منتعش، يبص على الحالة المصرية الآن بانتعاش. الأستاذ محمود بيقول إنه سقط نظام مبارك فعليا 30/6. طيب أين رأيك، أين تقييمك بين الرأيين؟ الحقيقة بالنسبة لثورة 25 يناير كان في نتائج مباشرة ونتائج غير مباشرة. النتائج المباشرة لا شك إنه نظام مبارك سقط، بمعنى أنه المؤسسات التشريعية سقطت، حلت، الحزب الوطني سقط، رموز الدولة سقطت وودعت في السجون، مظاهر كثيرة وعديدة تؤكد أن ما حدث في 25 يناير وصولا إلى 11 فبراير كان ثورة قضت على نظام استبد بشكل غير مسبوق، حتى أنه كان يزدري الشعب. وآياتي في ذلك الانتخابات التي أشار إليها الأستاذ مكرم. يعني قضت فعلا الثورة دي؟ يعني الأستاذ محمود بيقول أنه وصول الإخوان ده جزء من، يعني لا، كان الإخوان جزء من نظام مبارك. لا هم لا لا، يعني أنا بختلف مع الأستاذ محمود، طبعا هو صديقي، إنما هو تم القضاء فعلا على النظام. إنما ثورة يناير سرقت نتائجها بمعرفة الإخوان المسلمين، يعني هذه النتائج العظيمة من سقوط الدستور، سقوط المؤسسات الدستورية، سقوط النظام، سجن الرئيس، سجن شلة الرئيس،
كل ده نتائج مباشرة لثورة يناير. هذه النتائج كان المفروض أن تثمر أشياء لصالح الشعب. استطاع الإخوان المسلمين بأساليبهم أن يستولوا على هذه الثمار ويترجموها لمصلحتهم. فقط الاستيلاء أو سرقة الثورة من الشباب، ولا البعض بيتكلم بيقول لا ده مؤامرة من صنيعة الإخوان المسلمين؟ لا، ثورة 25 يناير ما أقدرش أقول إنها مؤامرة. ليه؟ لأنه في الحقيقة إحنا شاركنا، كنا عاملين البرلمان الشعبي لو تذكر. ده بعد خليهم يتسلوا. وكنا في اجتماع في مكتبي يوم الأحد 23 يناير. وكان حاضر هذا الاجتماع معظم القوى السياسية. حمدين صباحي، سعد عبود، أيمن نور، عبد الحليم قنديل، أبو العز الحريري، كلنا كنا موجودين في المكتب يوم الأحد 23 يناير. ولم يكن يدور في ذهننا أبداً أن 25 يناير ستنتهي بثورة. وكان موجودين الإخوان معانا في المكتب. كان موجود البلتاجي ومحسن راضي. خيالنا ولا كنت بتفكروا في إسقاط مبارك؟ لا 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 خالص، بالعكس، وهذه وقائع عليها شهود. الدكتور عبد الحليم قنديل صاغ البيان الذي سنلقيه في 25 يناير. وكان أول بند في البيان تنحي محمد حسني مبارك عن الحكم. الذي اعترض وثار على هذا البند وطلب شطبه هم الإخوان المسلمين، والكلام ده موجود. وإحنا كان سقف طموحنا، عشان ده حاجات للتاريخ مفهوم، إن إحنا نقف يوم 25 يناير. وقفتنا كانت أمام دار القضاء العالي من الصبح لغاية المغرب من غير ما نتضرب أو نعتقل، ونوصل مطالبنا لوكالات الأنباء العالمية. وأقصى طموح كنا نطمح إليه في هذا الوقت هو إقالة وزير الداخلية وتغيير الحكومة، بس مش أكتر من كده. لما نزلنا بقى في 25 يناير ووقفنا قدام دار، إحنا فوجئنا بجموع غفيرة من الناس، وبدأت المطالب تتصاعد. ابتدى عدم الاستجابة ومش عايز، وتناحت النظام وقتها، ابتدت المطالب تتصاعد الى ان وصل الامر الى المطالبه باسقاط مبارك نفسه. يعني لو كان حسني مبارك يوم 27 يناير اقال الحكومه فقط كانت الامور هديت. تمام. طيب خلينا استاذ علاء نواصل هذا الحوار وقراءتنا ماذا بعد 3 سنوات من تنحي مبارك، ماذا يجري وماذا جرى على الساحة المصرية. خلونا نتابع مع ضيوفنا بعد الفاصل إن شاء الله. بنرحب بحضراتكم معنا مرة تانية. بنستكمل نقاشنا شكل مصر، مستقبل مصر، اللي حصل من 3 سنين لحظة إعلان تنحي الرئيس الأسبق مبارك عن الحكم. كان السؤال قبل الفاصل، وكنا يعني طبعا أستاذ مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين الأسبق، تقييم حضرتك للحالة المصرية الراهنة أستاذ مكرم، سواء من الناحية السياسية أو حتى اجتماعيا، وشايفين يعني بشكل أو بآخر بعد طبعا 30 يونيو والإخوان المسلمين وخروجهم من المشهد، ازاي ده انعكس على الوضع الحالي؟ يعني رغم الهزمات الشديدة اللي احاقت بجماعة الإخوان المسلمين، ورغم الانخفاض الملحوظ في قدرتها على الحشد، ورغم انه اصبح معروف انه كل ما تملكه جماعة الإخوان المسلمين على الاقل في المسرح الرئيسي في القاهرة هو بضع مناطق محددة معروفة هي التي تمارس فيها شغبها كل يوم جمعة، الطلبية والهرم والسبع عمارات والمطرية والنعام، فهم دول البرنامج الأسبوعي بتاع جماعة الإخوان المسلمين. لا تزال الجماعة تصر على أن هي تواصل هذا، لم تفهم الرسائل المتواصلة التي سواء 30 يونيو وسواء حتى رسالة الاستفتاء، لم تفهم على وجه الإطلاق معنى غضب هذا الشعب ونفوره الشديد منها. والواضح جدا من هذا أن الجماعة قد اختارت هذا الطريق بشكل نهائي. على الناحية الأخرى بالفعل يعني ربما تكون قد تحققت
بعض الإنجازات المعنوية الهامة، ولكن لدينا 3 سنوات حتى الآن لم نحقق إنجازا ماديا واحدا. الحصاد متواضع جدا جدا جدا. وخلينا يعني نشوف الصورة في واقعها الاقتصادي. يعني نعرف أن حكم مبارك فاسد، ونعرف أن هذا الحكم كان تواطؤ وتحالف ما بين الثروة وما بين السلطة، لكن في النهاية الوضع كان في معدل تنمية 7.5 على الأقل، في قدرة على التوظيف وصلت إلى 400,000 على الأقل، في 37 مليار موجودين في احتياطات، في 10 مليارات بيجوا من السياحة، في 13 مليار بيجوا من استثمارات مباشرة. صحيح أنه العائد ده لم يكن يتم توزيعه بعدالة، وكان كله مفيش تساقط لثمار الثورة على الجميع، وتحتجز عند طبقة محدودة، ولكن عجلة الإنتاج كانت تمضي. النهاردة عجلة الإنتاج واقفة تماما، لا نحقق تقدم في هذا المجال. وحكومة الببلاوي وعدت بأنها وجالها، يعني كان عندها 8 مليار لسبب مليار مبارك، وجالها على الأقل المعونات بتاعة الإمارات والسعودية، ووعدت بأنها سوف يعني تعتمد 29 مليار جنيه لتنشيط السوق وعمل مشروعات تنمية وخلق وظائف. ما شفناش حاجة لغاية دلوقتي على الطبيعة، وهذا في حد ذاته جدا بيشكل أحد عوامل سبوط همة الجبهة الداخلية، فضلا بقى عن شغل الإخوان المسلمين وخططهم لإحباط الناس بإطلاق توصيفات على الوضع الراهن، أن هذا الوضع الراهن ربما يكون وقع في أخطاء، بعض أخطاء محدودة، ولكن استثمرت هذه الأخطاء إلى حد توصيف هذا الوضع بأنه لا يملك إلا الاعتقالات، وأنه بيكمم الأفواه، وأنه بيحارب الصحفيين، وأنه لا يريد معارضة ولا يريد رأي آخر، وأننا نعود مرة أخرى إلى شمولية ستينات القرن الماضي. أنا أعتقد أن هذه الصورة زائفة تماما، لأن العودة إلى ستينات القرن الماضي مستحيلة. لأن إذا كنا بنتكلم الأثر الوحيد الملموس لثورة 25 يناير هو التغير الحقيقي الذي حدث على معدن الشعب المصري، وجعله يرفض الطغيان والاستحواذ وكل هذا، ويملك قدره بنفسه، ويسعى أيضا كمان إلى أن يخلص نفسه من هيمنة القرار العالمي. بهذه النتيجة التي تحققت بالفعل ونلمسها في كل يوم، نلمسها في 3 يناير، ونلمسها في الاستفتاء، ونلمسها في هذا الخروج، كل من يتحدث عن إمكانية عودة الستينات أعتقد أنه يحلم بأيام لن تعود. طيب أنا مش عارف، النهاردة الذكرى الثالثة لتنحي مبارك. خلال ال3 سنين دول يا أستاذ محمود، تنحى مبارك، حكم المجلس العسكري ومشي، الإخوان ومرسي ومشيوا، هل سيأخذ الرئيس المقبل ذلك بعين الاعتبار؟ أكيد طبعا، أكيد. يعني في نتائج كتير تحققت بعد 25 يناير، لازم تبقى محطوطة في الاعتبار قدام أي رئيس أيا كان. من بينها إنه الناس أصبحت شريك واضح وصريح وصارم ولا يقبل النقاش في مسألة صنع القرار. يعني الشعب المصري بقى يعني جزء من صناعة القرار، جزء حقيقي. ده لازم يؤخذ في الاعتبار. لازم يبقى في شفافية، في انه ما فيش حاكم، ما فيش قصر رئاسي مقفول على مؤسسة الحكم، محدش يعرف اي حاجة، والناس تصحى من النوم تتفاجئ بقرارات وخلاص. لازم يبقى فيه يعني عمل جدي قوي في مسألة الاهتمام بالشرايح البسيطة دي، لازم يعني لازم تبقى أولوية في أي برنامج انتخابي لأي رئيس، عسكري مش عسكري، بس لازم ده يبقى محطوط في الاعتبار، وإلا الناس دي
هي الوقود الحقيقي لأي انتفاضة أو أي حركة ضد أي رئيس هتحصل بعد كده. تمام. طيب أستاذ علاء، 25 يناير ولا 30 يونيو، مين فيهم اللي ثورة ومين اللي استكمال ليها ولا لا هي ثورة واحدة فقط؟ الخناقة اللي موجودة دي دلوقتي ويقول لك لا خلاص بقى نستقر مفيش كلام تاني عن أي حاجة، ولا الحالة الثورية لازم تفضل موجودة؟ لا مفيش حالة ثورية تفضل موجودة ومستمرة على طول، احنا لا ما ينفعش. الثورة تقوم لتحقيق أهداف معينة، فإذا ما تحققت هذه الأهداف ننتقل إلى الشرعية الدستورية، وهذا ما يتم الآن. 25 يناير لا شك أنها ثورة بكل ما تحمله المعاني من كلمة، لأنها زي ما قلنا أسقطت النظام، أسقطت الدستور، أسقطت البرلمان، وقام نظام جديد استطاع الإخوان المسلمين أن يستولوا على ثماره، ثم صحح الشعب، لأنه الشعب المصري الآن، وده أكبر إنجاز لثورة 25 يناير، أنه كسر حاجز الخوف. الشعب المصري مش ما بقاش يخاف، بقى أنا قلت قبل كده بقى يتلكك للحاكم أنه هو يغلط بس، لأنه الشعب علم الآن، ودي من أكبر ثمرة من ثمار 5، أنه هو صاحب القرار، وأنه بيده القرار، وأنه يستطيع أن يسحب الثقة من أكبر رأس في الدولة. أنا قبل خمسة مش ليها جانب سلبي؟ أنا كنت لا فيها جانب سلبي طبعا. أنا جاي هو بس علق بعد يعني أنا قبل 25 يناير كنت أفاجأ بأنه في حفل لأحد المطربين وبيحضر فيه 50,000 شاب وشابة وما بيروحوش الانتخابات. الله في ايه؟ النهارده الشعب المصري كله بقى مسيس، كله بقى يتكلم في السياسه. طبعا هناك سلبيات لهذا الامر، وهو اذا كان حاجز الخوف انكسر فانا اخشى ان يكون حاجز الاحترام ايضا انكسر، والفوضى اصبحت سمه من سمات الناس في الشارع، وعدم احترام القانون وعدم احترام هيبه الدوله، كل دي عوامل سلبية، ولكن هذه السلبيات يمكن القضاء عليها. تمام. بسهولة، بتطبيق القانون بحزم، قانون على الجميع، بإقامة العدالة الناجزة، بالمحاكمات السريعة، كل ده ممكن ينقضي في شهور، إنما تبقى النتائج الإيجابية للثورة. طبعا نتائج إيجابية عظيمة جدا، وإحنا شاهدنا الدستور الجديد. تمام. سنشهد انتخابات رئاسية، سنشهد انتخابات برلمانية، بعدها ستستقر الأمور، ومحدش يقول لي إن الثورة مستمرة. الثورة مستمرة على إيه؟ تمام. ما خلاص الثورة. طيب. عشان احنا قدامنا دقيقة واحدة، أستاذ محمود ليك تعليق في 30 ثانية. بس تعليق في 30 ثانية. يعني هي مسألة كسر حاجز الخوف دي، ده صحيح. لكن مع الأسف ليه يعني ليه مضاعفات، ليه آثار جانبية، إنه خلق حالة انفلات عند الناس مش طبيعية. صحيح. وخلى الناس تجرأت وفضلت تتجرأ على معطيات قائمة إلى أن أصبحت المسألة جرأة على الدولة نفسها. وده يشترك فيه نخب ومواطنين عاديين والدولة أيضا. أصبح الدولة أصبحت كل شيء مستباح. طيب احنا طبعا بنشكركم شكرا جزيلا، كنا نتمنى الوقت يطول اكتر من كده على لاستعاده مشاهد يعني كانها حاصله صحيه يعني من امبارح، بس وقت ما تنحى الرئيس الاسبق مبارك وتطورات المشهد السياسي من وقتها لغايه دلوقتي. شكرا استاذ مكرم محمد احمد على تشريفك لينا، استاذ محمود الكردوسي شكرا لحضرتك، استاذ علاء عبد المنعم شكرا جزيلا. نشوف حضراتكم بكره ان شاء الله مع لبنان ان شاء الله. صباح الخير.